المحور الإنساني، وهذه دورة مبادئ نظرية في علم الجريمة. أهلا بكم بوصفنا الجهة العلمية الأكثر مصداقية والتي تعمل بتراخيص رسمية وحكومية. فقد ارتأينا وقررنا أن تكون هذه الدورات التعليمية هديتنا لكم وللعالم. وقد تأسس المحور الإنساني العالمي للتنمية والأبحاث عام 2015 معقد ندوات ومؤتمرات وأقام العديد من الأنشطة في عدد من دول العالم، من بينها الأردن والجزائر ومصر وسلطنة عمان والكويت والعراق وبولندا وأوكرانيا وغيرها. أما عن هذه الدورات فإنها غنية بمحتواها ومضامينها، بحيث تمنح المشترك فيها المعرفة والفائدة في مجالاتها كافة. وسنبدأ في هذه الدورة كما ذكرت بالحديث عن مبادئ نظرية في علم الجريمة. إن فكرة الجريمة لا تتغير في جوهرها، بل تتغير صورها وتتعدد حسب المصدر الذي وضع الأوامر والأنظمة. فإذا كان المصدر الذي وضع القاعدة دينيا كانت الجريمة دينية، وإذا كان المصدر الذي وضع الجريمة أخلاقية كانت الجريمة أخلاقية. أما إذا كان المصدر الذي وضع الجريمة هي القيم الاجتماعية كانت الجريمة اجتماعية. وأخيرا تكون الجريمة قانونية إذا كانت مخلة بقواعد القانون. أما الآن سننتقل لتعريف الجريمة وعلم الجريمة. علم الجريمة هو الفرع من العلوم الذي يبحث في الجريمة باعتبارها ظاهرة في حياة المجتمع وفي حياة الفرد من أجل الكشف عنها وعن أسبابها وتحديد العوامل المهيئة والدافعة لها. أما عن أقسام علم الجريمة، أولاً علم الجريمة التطبيقي أو الإكلينيكي، فينظر إلى الجريمة بحسبانها ظاهرة فردية تتنوع أساليبها وعواملها حسب كل حالة تحت الملاحظة. على أثر التشخيص الخاص للحالة الإجرامية من أفراد معينين من قبل الأطباء وعلماء النفس والاجتماع، يمكن تحديد الأسباب التي دفعت الحالة بعينها إلى سلوك الجريمة وسبيلها. ويمكن أيضا تحديد مقدار الخطورة الإجرامية الكامنة التي قد تدفع الشخص للعودة إلى سبيل الجريمة من جديد. أما عن علم الجريمة الذي يختص بدراسة العلاقة السببية العامة التي تربط بين وقائع وظروف معينة وحجم وشكل الظاهرة الإجرامية، كدراسة الرابط بين عامل الفقر وعامل المرض والبطانة والجنس والمهنة وبين السلوك الإجرامي لدى من توفرت لديهم هذه العوامل، ومن ثم تحديد نسبة الاحتمال الذي يتوافر لعامل معين في الدافع إلى سبيل الجريمة أو الميل إلى نمط إجرامي معين. أما عن المجرم فله تعريفات عديدة. أولها في قانون العقوبات، وكل شخص ارتكب جرما في نظر القانون يعتبر جريما. إن لفظ كلمة مجرم لا يطلق على كل فرد أصدر بحقه إدانة في المحكمة بالحكم، بشرط أن يكون هذا الحكم غير قابلا للطعن فيه، إلا أن هذا التعريف لا يخلو من الانتقادات الموجهة له. أولا، كثير من الأفعال يعاقب عليها القانون الجزائي لا يعتبر مرتكبها مجرما، مثل المخالفات المرورية. ثانيا، بعض الأفعال التي يعتبرها القانون جريمة ولا يعاقب عليها، كبعض الجرائم السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ثالثا، يفلت بعض الأفراد من قبضة القانون ولا يعتبرهم مجرمين، أي أن كثيرا من الأشخاص يقومون بإخفاء أعمال غير مشروعة تحت مظلة الأعمال المشروعة. أما عن المجرم في نظر علم الاجتماع، هو الشخص الذي يرتكب فعلا يرى المجتمع أنه جريمة. من واقع هذا التعريف لا يعد كل من ارتكب جريمة مجرما. أما عن المجرم في نظر علم الإجرام، هو كل شخص اتهم بارتكاب الجريمة سواء أدين أو لم يدين، سيقبض عليه أو لم يقبض عليه. أما عن علاقة علم الجريمة بالعلوم الأخرى، بداية علم الجريمة له علاقة بقانون الإجراءات الجزائية. قانون الإجراءات الجزائية هو ذلك الفرع من العلوم الذي يضم كافة القواعد القانونية المنظمة للخصومة الجنائية، ابتداء من لحظة وقوع الجريمة حتى صدور حكم نهائي بالإدانة، بما تستوعبه من تحديد أساليب وطرق ملاحقة المتهم، بمرحلة جميع الاستدلالات ومرورا بمرحلة التحقيق وانتهاء بمرحلة المحاكمة. ويكشف لنا أن قانون الإجراءات الجنائية ذو طبيعة شكلية، يهدف إلى وضع قانون العقوبات موضع التنفيذ، إلا أن هناك صلة بين الفرعين، لما من دراسات في علم الإجرام لها دور مؤثر في الدعوى الجنائية، وذلك من خلال كشف العديد من جوانب شخصية المجرم وأسباب وعوامل الظاهرة الإجرامية. ذهبت الاتجاهات الحديثة في مجال الإجراءات الجنائية إلى ضرورة فحص شخصية المتهم قبل وأثناء المحاكمة عن طريق الاهتمام بتلك الشخصية وتدعيم الدراسات المتصلة. يمكن تحديد أنسب طرق للمعاملة العقابية، ويمكن للقاضي تبعا لظروف معينة أن يحكم على كل مجرم وأن يتخير الجزاء المناسب له بما يعين على المجرم الاندماج والتأهيل الاجتماعي مرة أخرى في الوسط البيئي المحيط به. علم الإجرام وعلم العقاب. علم العقاب يقصد به البحث في أساس العقاب والقواعد الخاصة بتنظيم الجزاء الجنائي وسبل اقتضاء هذا الحق على نحو يحقق الجزاء الجزائية وأغراضه.
علم العقاب يتناول بالعلاج ظاهرة الجريمة بعد وقوعها للحيلولة دون عودة المجرم لارتكابها مرة أخرى. وعلم العقاب يخاطب المشرع ويقترح عليه أنسب صورة للجزاء الجنائي في مكافحة الجريمة وأفضل الأساليب التي يتم تنفيذها في هذا الجزاء. ويلتقي علم الإجرام وعلم العقاب بأن كلا العلمين يهدفان إلى هدف واحد وهو مكافحة الجريمة، وكلا العلمين يعد منطلقا للآخر، فلا يمكن دراسة الجزاء الجنائي كمحور اهتمام لعلم العقاب إلا بعد التعرف على أسباب الإجرام ذاتها. أما علم الإجرام وعلم الطب العقلي الجنائي، علم الطب العقلي الجنائي يهدف إلى دراسة مختلف الأمراض العقلية من حيث تأثيرها وتوجيه الفرد الإجرامية، فيقوم بتفسير السلوك المنحرف وكذلك سلوكه الإجرامي باعتبارهما نمطا من أنماط السلوك الإنساني كذلك. وبما أنه يقوم بدراسة الظواهر ذات الصلة بالجريمة، تظهر هنا الصلة المباشرة وغير المباشرة لهذا العلم بعلم الإجرام. أما الآن سننتقل إلى علاقة علم الإجرام بالطب الشرعي. الطب الشرعي هو فرع من فروع العلوم التي تستند إلى جملة من القواعد الطبية اللازمة في تجميع الأدلة الجنائية وكافة أوجه التطبيق العلمي الجنائي من أجل حسم بعض القوانين القضائية، مثل تشريح الجثة لمعرفة السبب الحقيقي للوفاة أو التحليل الكيميائي لبيان طبيعة وخواص المواد السامة في جريمة القتل. ولقد قدم هذا العلم خدمات جليلة لعلم الإجرام. علم الإجرام والتحقيق الجنائي، يهدف علم الإجرام كذلك باستخدام التحقيق الجنائي إلى دراسة طرق إثبات الجريمة والبحث عن مرتكبيها كمطابقة البصمات وفحص الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة وأجهزة التصوير. وليس لهذا الفرع صلة مباشرة في علم الإجرام إلا بقدر ما ربما يبين نمط الجريمة الإجرامي بشكل معين ويبين طرق المستخدمة في ارتكابه. أما عن أساليب البحث في الجريمة، أولاً لدينا أساليب فردية وأساليب جماعية. بداية، الأساليب الفردية هي أساليب دراسة الأسباب التي دفعت إلى ارتكاب الجريمة، وتشمل هذه الأسباب البحث العضوي للمجرم، وتعني دراسة شكل أعضاء المجرم وملاحظة ما فيها من نقص أو تشويه الذي ربما يكون له علاقة بارتكاب الجريمة. ويمكن القول أن النقص أو التشويه في الأعضاء الخارجية للفرد دون في علم الجريمة ليست قاطعة من حيث علاقتها بارتكاب الجريمة. أما عن البحث الوظيفي للمجرم، ويعنى بذلك دراسة وظائف أعضاء وأجهزة جسم المجرم كبحث علم الجهاز العصبي ومدى تأثيره في إفرازات الغدد المختلفة لسيما الغدة الدرقية. ومن المعلوم أن أي خلل في سير الجهاز العصبي في إفرازات الغدد فإنه يؤثر على الفرد ويدفعه إلى ارتكاب الجرائم. ويشمل البحث الوظيفي أيضا دراسة حواس الإنسان لمعرفة مدى تأثير المحيط الخارجي، فقد اتضح أن المجرمين يزيد إحساسهم بالتقلبات الجوية وتأثرهم بدرجة الحرارة مما يؤدي إلى تغيير مزاجهم واضطرابات نفوسهم أكثر من الأشخاص العاديين. البحث النفسي للمجرم، يشمل البحث النفسي للمجرم دراسة درجة ذكائه وغرائزه وعواطفه، ويتم ذلك عن طريق استجوابه وملاحظة تصرفاته وحركاته وإجراء بعض الاختبارات عليه. وقد تبين أن بعض المجرمين قد ارتكبوا جرائم نتيجة الوهم الذي يخيل إليهم، حيث يتوهمون بوجود شيء غير موجود في الحقيقة، كأن يتوهم شخص بأن شخص ما يهدده بالقتل بينما لا يوجد شخص يهدده بالقتل. فالوهم والتصوير غير الحقيقي هما الدافع الذين يجعلان هذا الشخص يقوم بارتكاب جريمة. فدراسة غرائز المجرم تفيد في الوقوف على دافع الجريمة لديه. كذلك فحص آخر يمكن استخدامه فحص الثقافة الذاتية ومستوى التعليم. للثقافة الذاتية ومستوى التعليم دور مهم في تكوين شخصية الإنسان، لهذا يهدف مستوى من أجل تحديد مدى تأثيره على السلوك الجانح سلبا وإيجابا. ويمكن لهذا الفحص إنشاء في المستويات التعليمية والثقافية الدنيا لاستخدامها ومعرفة أيها يكون أكثر إجراما. لذلك نرى أن عددا من المجرمين الذين يرتكبون الجرائم يكونون في الطبقات الأكثر فقرا أحيانا، وستكون هذه الأكثر دوافع للقيام بالجريمة، إلا أنها إنصافا لهذه الطبقات هو طبقة ضعيفة ماليا، وقد تكون طبقة ضعيفة أيضا سياسيا وغير نافذة قبليا، فأن تكون هذه أكثر عرضة لتوجيه الاتهام إليها وإدانتها بينما تنفر من الطبقات العليا في المجتمع بأغلب جرائمها. إلا أنه يجب التأكيد أخيرا على أن التعليم أحيانا يكون مؤثرا في تعلم وسائل مبتكرة من الإجرام، وتكون وسائل لدرء وطمس الأدلة عن السلطات. ف
فحص الحالة الاقتصادية للمؤثرات الاقتصادية الدور في تكوين السلوك الناجح، لا سيما في جرائم الاعتداء على المال وخلق جرائم مالية كتهريب العملات وجرائم النقد التي تتفشى في المجتمعات النامية بسبب سوء التنظيم وعملية تحديد أسعار صرف العملات الأجنبية. ويهتم الإجرام بالبطالة وتأثيرها على المستوى الاقتصادي والنفسي والاجتماعي. لذلك أن فحص مدى تأثير العامل الاقتصادي على سلوك الإنسان عموما وعلى الظاهرة الإجرامية خصوصا من الأهمية بمكان، مما يجب أن لا يغيب عن تفكير الباحث في علم الإجرام. كذلك دراسة تاريخ حياة المجرم، تشمل دراسة تاريخ حياة المجرم دراسة ماضية وحاضرة في مستقبله، كذلك دراسة تكوينه وقت الحمل، لأن الجنين يتأثر في تكوينه بالظروف التي رافقت تكوينه. ويجب أيضا دراسة ظروف الأسرة التي ينتمي إليها المجرم من حيث عادات والديه وأجداده والأمراض التي ظهرت في الأسرة لغرض تحديد متى أهمية العوامل الوراثية عليه. أما الآن سنتحدث عن الأسباب الاجتماعية لذلك، وهي أسباب بحث الجريمة باعتبارها ظاهرة اجتماعية في حياة المجتمع، وتشمل أولا الأسلوب الإحصائي، يعني الأسلوب الذي يعبر عن ظاهرة الإجرام بالأرقام، حيث يبين لنا عدد الجرائم التي ارتكبت في سنة معينة من السنين وتوزيع هذا العدد على أنواع الجرائم المختلفة التي ارتكبت في تلك السنة. ويتم الأسلوب الإحصائي بطرق معينة، ويقصد بالإحصاء في مجال علم الإجرام ترجمة الظواهر الإجرامية إلى أرقام، ويستخدم الإحصاء في دراسة الحادثة الظاهرة الإجرامية من حيث علاقتها بالظروف الشخصية من سن وجنس وسلالة أو مكان جغرافي كالمناخ وفصول السنة والنواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية كذلك. ثانيا سنتحدث عن أسلوب البحث الاجتماعي، ويتم ذلك عن إحدى الوسيلتين، أولا النموذج الاستجوابي الدراسة البيئية، ثانيا المقارنة. هو أسلوب مكمل للإحصاء الجنائي، فبينما يقدم الإحصاء الجنائي أرقاما تبين تطور الإجرام وتطور الظاهرة الاجتماعية، فإن وجوها أخرى للمقارنة تقوم بربط بين هذين الظاهرتين لاستخلاص مدى توافر صلة سببية بينهما لكي توضع بناء عام وقواعد عامة في علم الإجرام. أما الآن سننتقل للحديث عن العوامل التي تؤثر في السلوك الإجرامي. من المؤكد من الناحية العلمية والطبية أن هناك 6 عوامل تؤثران في سلوك الإنسان تدفعه إلى ارتكاب الإجرام والجريمة، وهذه العوامل هي أولا العوامل الفردية والداخلية، وهي مجموعة من العوامل والظروف المتعلقة بذات المجرم أو بأي شخص مجرم تؤدي تضافرها مع البيئة والعوامل البيئية الخارجة في هذا الشخص إلى تفجير سلوكه الإجرامي. أهم العوامل الفردية أولها السلالة والجنس والسن والمرض والمسكر والمخدر والعوامل البيئية والطبيعية والاجتماعية والثقافية. أما عن العوامل الاقتصادية فهي عوامل مرتبطة بالأسرة وعوامل مرتبطة بدخلها وعوامل مرتبطة بالمستوى الاجتماعي كذلك للأسرة. الآن وقد انتهينا من الحديث عن علم الجريمة وأسبابه وأنواعه، سننتقل الآن إلى طرح مجموعة من الأسئلة، وستكون 5 أسئلة سأذكرها مع إجاباتها الصحيحة لتعم عليكم الفائدة. أولا من الأساليب الجماعية، من الأساليب في البحث عن علم الإجرام والبحث الاجتماعي، ويتم ذلك عن طريقتين وإحدى وسيلتين، هما ألف الاستجواب نموذج الاستجوابي، باء الدراسة البيئية، جيم ألف زائد باء دالة شيء من ما ذكر. الإجابة الصحيحة هي جيم ألف زائد باء النموذج الاستجوابي، باء الدراسة البيئية. السؤال الثاني من أساليب البحث في علم الإجرام، الأساليب الفردية ومنها البحث الوظيفي للمجرم، باء البحث النفسي للمجرم، جيم البحث العضوي للمجرم، دال جميع ما ذكر. بالإجابة الصحيحة ستكون بالطبع دال جميع ما ذكر. السؤال الثالث، فرع من فروع العلوم التي تستند إلى جملة من القواعد الطبية اللازمة في تجميع الأدلة الجنائية وكافة أوجه التطبيق العلمي الجنائي من أجل حسم بعض المشاكل القانونية والقضائية، ألف الطب النفسي، باء الطب الشرعي، جيم الطب العام، دال لا شيء من ما ذكر. الإجابة الصحيحة بالطبع هي باء الطب الشرعي. السؤال الرابع، الفرع الذي يضم كافة القواعد القانونية المنظمة للخصومة الجنائية ابتداء من لحظة وقوع الجريمة حتى صدور حكم نهائي بالإدانة بما يستوعبه من تحليل أساليب وطرق ملاحقة المتهم بدءا بمرحلة جميع الاستدلالات ومرورا بمرحلة التحقيق وانتهاء بمرحلة المحاكمة، ألف قانون الإجراءات الجزائية عفوا، باء علم العقاب، جيم الطب الشرعي، دال الطب النفسي. الإجابة الصحيحة بالطبع هي ألف قانون الإجراءات الجزائية.
السؤال الخامس والأخير، الفرع من العلوم الذي يبحث في الجريمة باعتبارها ظاهرة في حياة المجتمع وفي حياة الفرد من أجل الكشف عن أسبابها وتحديد العوامل المهيئة والدافعة لها، هو ألف قانون الإجراءات الجزائية، باء علم العقاب، جيم الطب الشرعي، دال علم الجريمة. بالطبع الإجابة الصحيحة هي دال علم الجريمة. الآن وقد انتهيت من طرح الأسئلة وإجاباتها لتعم عليكم الفائدة، لا تنسوا زيارة موقعنا الإلكتروني دوراتك.com.